هلأ بهذا الوقت بنشوف كتير من الأطفال هلأ صاروا فرحانين بالعطلة وبدهم يستمتعوا فيها، ولكن كتير من الأهل اليوم بيلجأوا لحتى يسجلوا أطفالهم بدورات تعليمية وأنشطة تدريبية لحتى يحققوا الفائدة لأطفالهم، ولكن هالشي ممكن يساوي رد فعل عكسي عند الأطفال ويخليهم أكثر بحالة من الغضب والقلق الدائم والتوتر حتى ويكونوا مانو رضيانين. صحيح عفاف، لهيك اليوم بيقولها مساحاتنا الصباحية رح نتعرف أكثر كيف ممكن الأهل ينظموا الوقت لأطفالهم بالعطلة الصيفية، بين طبعا بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون تعليمية وتقدم الفائدة، وبنفس الوقت بين النشاطات اللي هي ممكن تكون فيها ترفيه لهم. هي حالة التوازن كيف ممكن يعملوها الأهل من دون ما يصير في ضغوطات على أطفالهم؟ كثير من الأسئلة رح أجاوبنا عليها طبعا الاختصاصية رند نظر، وهي اختصاصية بعلم النفس. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني هلا بلشت العطله والاطفال ناطرينها مناطره مشان يبلشوا بالتسليه والالعاب وينسوا شوي ضغط الدراسه، ولكن الاهل فورا بيلجأوا لتسجيلهم دورات تدريبيه، وهي الاساس ضروري كثير بهذا الوقت. خلينا هيك ننصح الاهالي بهذا الوقت ضروري نحن نسجل اطفالنا بدورات ولا نعطيهم هي المساحه لحتى يتسلوا فيها؟ هلا صراحه الدورات التدريبيه والانشطه ما لازم ننكر لها أهمية، هي فعليا بتساعد الطفل انه يعرف مهاراته أكثر، يعرف اهتماماته، بتخليه يكتسب أشياء جديدة، يتعلم شغلات جديدة. بوجوده بهي التدريبات أو الأنشطة هو عم يكتسب علاقات اجتماعية، عم يتواصل مع أقرانه اللي بنفس عمره، فخلينا نقول هو في تنمية على عدد من الجوانب. هو خلينا نقول التدريبات أو الأنشطة بالذات كمان الترفيهية، فهي عم خلينا نقول تغيير شكل شوي عن المدارس، عن المنهج الدراسي اللي هو فيه نوع من الصرامة نوعا ما، عم يتنمى عنده الفنون، الرياضة، الرسم، يعني أي مجال من الجوانب. وهون الطفل هو عم يكتشف ذاته أكثر، حتى إنه عم يتعلم مثلا فيها يعني خلينا نقول يحل المشكلات، كمان في عنا انه يصير عنده تفكير نقدي، فهو في تنميه على عدد من الجوانب. لكن نحن يعني حتى ما يشكل خلينا نقول بدنا نصير نوع وسطي، يعني بين انه الطفل يستمتع بالعطله الصيفيه بنفس الوقت نحن نشتغل كاهل على تنميه مهاراته، تنميه امكاناته، وحتى انه تطويره كشخصيه وكتطويره على جميع الجوانب الحياتيه عنده. لكن نحن في بعض الاهالي انه اذا بدنا بالذات نحكي عن الدورات والانشطه، ممكن بعض الاهالي يواجهوا صعوبه ماديه انه نحن اذا ما بامكاننا نحطه لهذا الطفل بهي الانشطه والتدريبات، كيف بدنا ننمي قدرات طفلنا؟ نحن ممكن فعليا كاهل من امكانات الموجوده ببيئتنا ببيتنا، مثلا نحن انه ناخذ الطفل للحدائق الطبيعيه، ناخذه مثلا للحدائق الحيوان، حتى احيانا معنا ممكن رحلات التخييم، هون الطفل بنسمح له انه هو يستكشف، يكون عنده حب المغامره، بحس انه هيك في عنده فضول يتعلم اكثر. كمان نحن كاهل ممكن ننمي له قدراته التعليميه، مثلا نحن صح انه بالصيف وعطله صيفيه نحن ممكن نشغله باحاجي الغاز، يعني نحن هون دمج اللعب خلينا نقول مع التعليم، هو يحس حاله انه مو انا لساتني بجو المدرسه، لا انه نحن في عنا جو اخر، وخصوصي اشتراك الاهل مع الطفل بهي الانشطه يعني خلينا نقول بيساوي نوع من المتعه عند الطفل، ما انه بيحس حاله مستصعب الموضوع. كمان في نقطه كثير مهمه بدي حابه احكي عنها، هي الانترنت، لانه هلا كمان ذكرت بالمعلومات. الانترنت ممكن يكون وسيله كثير فعاله نحن نعلم الطفل فيها مهارات جديده، نكسب له وقت الصيف انه نحن نطوره. هلا للاسف في كثير يعني خلينا نقول يعني نسبه منيحه من الاطفال صارت بعمر صغير عم تكمش هالموبايل وتفتح على قنوات اليوتيوب وعم تشوف شغلات ما لها فائده، وبالذات اذا عم يتابعوا حياه يوميه لاطفال ثانيين او قصص عم يتعلموا منها اشياء سيئه ممكن تكون. لا نحن ممكن كاهل نسمح له هذا الطفل يكمش الانترنت يشوفه تحت اشرافنا، نحن بنوجهه لمثلا يتعلم مهاره جديده، يتعلم الرسم، يتعلم العزف، يتعلم اي شيء مفيد ممكن نحن نطور له كاهل مهاراته. كمان من القصص اللي ممكن نحن نطور له فيها مهاراته وبنفس الوقت بندعم الجو الاسري انه نحن فعليا نشرك طفلنا، مثلا نفوت نحن على هالمطبخ نبلش نعمل مع بعض نحضر اشياء سهله بسيطه، هون الطفل بيتعلم مهارات الطبخ الاساسيه، وجوده مع اهله بحسه براحه نفسيه. فعنا نحن فعليا كثير امكانات ممكن تكون متوفره عنا كاهل اذا ما كان عنا رغبه انه نحن نحطه بالدورات التدريبيه والتعليميه ويكون في ارهاق للطفل. بهي الحالتين سواء كان الطفل بالتدريبات ولا كان بضمن اسرته وبيته نحن عم نطور له مهاراته وامكاناته. طيب استاذه رند، خلينا نحكي شوي كمان اليوم نوعيه هي التدريبات كثير بتاثر مثل ما انت قلتي، ومين ممكن يكون مشترك معه؟ يعني اوقات كثير
في أطفال بيحبوا يروحوا على بعض النشاطات حتى لو كانت تعليمية لأنه رفقاتهم معهم، غير لما بيحس حاله أنه هو لوحده. أوقات الكوتش نفسه حسب نوعية الكوتش، إذا كوتش قاسي بده يعطيهم حتى السباحة، يعني هلأ كتير بنشوف هاي بنعاني منها أنه الأهل كلهم بدهم يعلموا أولادهم سباحة، إذا الكوتش أسلوبه قاسي بينفر الطفل من هذا النوع من التدريبات. قد ايه مهم انه يكون في مثلا شيء مشترك فيه الاهل مع الاطفال، مو يتركون لحالهم. اكيد. هلا نقطه كثير مهمه لحتى الطفل ما ينفر من الانشطه ويرغبها، اول نقطه بيكون انه هو الطفل فعلا بده هذا النشاط ضمن اهتمامه. في كثير من الاهالي مثل ما قلتي انه بدهم يحطوا سباحه، ممكن الطفل ما بحب السباحه، خصوصي في بعض الاباء بيكونوا في شغلات عجزوا عن تحقيقها، مثل ما حابين كانوا يتعلموا هنا البيانو ويتعلموا اي قصه، فانه ابننا بده يحطه هيك بده يتعلم هاي القصه، فالطفل انه هنا بنظره انه لا لازم يحبه، تمام؟ الطفل ممكن يكون رافضه ما بده، فاول نقطه انه الطفل يكون هو حابب هذا النشاط، اذا لقى الطفل صعوبه انه يندمج مثل ما قلت انسان كان في جو ماله مريح، خجلان، ما قدران هو يندمج مع رفقاته، فهون كاهل كثير مهم انه هن يكلن دور تحفيزي بانه نحن ممكن نجي معه مره ومرتين، وحتى انه نحن ممكن نراقبه من بعيد، نحن ناطرينك، عم نشجعك، عم نشوفك، فهون الطفل هو لحاله رح يتشجع اكثر انه انا ماما هلا مثلا عم بتشوفني، بابا عم يشوفني، انه كيف انا عم بلعب، كيف عم بعمل، هذا الشيء بحسسه اول شيء براحه، ثاني شيء بخليه انه اكثر انه انا بدي يتحفز. تماما يتحفز انه انا بدي احقق انه هيك اعمل الشيء بيضلهم وشهم يعني بهالمعنى. فالفكره انه هذا الشيء كثير مهم وحتى بيقرب الصله بين الطفل وابائه، لهيك كثير مهم انه الاهل يشتركوا مع اطفالهم بهي الانشطه، اذا كان لنفترض ما عندهم مجال ممكن رفيق اخ صديق قريب لهم انه كمان يروح معهم بهذا النشاط، مثلا نحن نروح اذا كان نافر من الكوتش ما له حابه نحن نلاقي كوتش ثاني، او نحكي مع الكوتش انه نحن طفلنا عم يعاني نقطه 2 3 هو مثلا بيتوتر بخاف، اسلوبك مثلا الحازم هو ممكن يخوفه، فنحن كمان يكون في كاهل دور انه نوضح ليش ابننا نحن ما عم يرضى بهذا النشاط، هذا الشيء بخفف كثير العائق الموجود انه الطفل انه هو ما يندمج بالنشاط، وممكن يصير بالعكس مجرد ما انه نعرفت الاسباب يتنحل والطفل طبيعي يصير بالنشاط وبالعكس يبدع فيه كمان. طيب هون كمان ممكن الطفل لما يحس انه في جانب تعليمي باي نشاط ممكن انه يقوم فيه ينفر او يصير عنده حاله توتر انه انا هلا خلصت مدرسه، هلا خلصت امتحانات، لسه بدي اتعلم، لسه بدي حل لغز، لسه بصير حتى بتتحول هاي الحاله لغضب وبصير في توتر يعني بينه وبين اهله. هون كيف بدنا نخلق مساحة نحن من التوازن بحيث انه ما نضغط عليه من جهة، ومن جهة تانية انه بنفس الوقت يتعلم، او نعطيه فترة ممكن انه خلاص ما يكون فيها تعليم لشيء، خلاص يتسلى وبس. تمام. هلا نقطة كتير مهمة اللعب، دمج اللعب بالتعليم دائما هي من اولى نقطة كتير مهمة. انا وقت بدي اعلمه فكرة اعطيها بطريقة لعب ضحك ترفيه هو حياخدها، وقت بياخدها بهالطريقة السلسة هي أكثر نجاح للفكرة أنه بتترسخ عنده. أما التعليم التقليدي أنه يلا عود وهي هذا بينفر الطفل، ومثل ما قلتي أنه بيذكره بجو المدرسة كمان. لهيك أنه اللعب نقطة ثانية أنه في كتير من الأهالي عندهم إفراط بتنظيم وقت الطفل، يعني مثلا من هالساعة لهالساعة عنده هذا النشاط، من هالساعة لهالساعة عنده هالتدريب، فالطفل طالع من تدريب لتدريب من تدريب لتدريب ما عنده متنفس أنه هو يعمل الشيء اللي بده إياه. فنقطة كثير مهمة انه نحن نبتعد شوي عن الافراط، نترك مساحة لطفلنا انه هو يعمل اللي بده اياه، يعني مثلا بده يتفرج على التلفزيون، بده يلعب على الكمبيوتر، بده يلعب على الموبايل، بده يتفرج على شيء معين، يكون عنده هي المساحة والحرية، بالاضافة لنقطة كثير مهمة لحتى نحن ما نوصل طفلنا لمرحلة الارهاق والضغط والتوتر، انه نحن نحافظ له على روتينه اليومي. روتين اليومي شو هو؟ روتينه انه ينام بكير، له ساعات نومه الكافية، الاستيقاظ بشكل مبكر كمان، انه نحن نضبط له اوقات يرتاح فيها، لأنه الإفراط مثل ما قلت لك ضغط وقت الطفل بهي التدريبات والأنشطة بالعكس ما حتجيب لنا الفائدة اللي احنا بدنا اياها كأهل، لا وإنما نحن حننفر الطفل من هذا الأمر ويصير ما عاد بده يروح، يصير انه انا ما خلصت المدرسه اجاني هي التدريبات، بصير ممكن بيعصب مثل بصير بس ممكن يصير ينام اكثر، بصير بيتهرب من هذا التدريب، ممكن يعمل مشاكل حتى بالتدريبات انه هو ما بده اياها. مشان هيك احنا كاهلي لنا كثير دور مهم انه الاهل يراعوا طفلهم، يتركوا له متنفس وقت انه هو يحس حاله فعلا هو عطله صيفيه ويستمتع فيها، لانه وقت بيستمتع
وبياخذ وقته وبيتعلم، هون بيكون في عنا الفاعليه الحقيقيه اللي بتصير. اما الضغط، ضغط الوقت، حشو الوقت للطفل انه من الصبح للمساء، هو هون نحن فعليا ما حيجيب النتيجه اللي بدنا اياها. طيب استاذه رند، يعني نحن بنعرف هلا في طلاب عم بيقدموا شهادات، ولكن ايضا في طلاب السنه الجايه هن شهادات، فالاهل بيبلشوا من هلا من الصيف انه انت السنه الجايه تاسع وبكالوريا بدنا نبلش معك دورات، فقد ايه هذا الشيء ممكن يعمل له ضغط وممكن يجي بشيء سلبي؟ فهو سنه تقريبا سنه وشوي عم يتدرب، عم يقرا، عم يدرس، ممكن يوصل لمرحله يمل من الدراسه. صحيح صحيح، هو يعني بنقول الله يعينهم، لانه هن اول ما بيصير على قد ما بيسمعوا اول شيء بكالوريا تاسع تقرير مصير، فهو من اول السنه اللي بيكون قبلها سواء كان 8 ولا 11 فهو عنده الفوبيا الرعب انه انا هلا السنه الجايه عندي هي السنه اللي هي التقرير المصير. فكلمات التخويف هي المسبقه هي لحالها زارعت له بباله افكار الان خايف. بيجوا بعض الاهالي انه بالصيف نحن بدنا نحطك بهي التدريب الدورات التعليميه، هلا هو لحاله اصلا مضغوط، فوقت بيجي بنضغط بالتعليم انه هو صار عنده توتر زياده. هلا كثير هو جيد انه هو يطلع على المنهاج ويدرس مسبقا، بس نحن نترك له مجال انه هو يعيش انه هي فتره صيف، يعني انه نحن فعليا لا انت بكالوريا لا انت تاسع فوت على الدراسه نبلش له اياها من الصيف، هو صار متوتر انه انا لسه عندي طب الوقت النظامي بالمدرسه انه هذا عندي اياه تحضير كمان، بس انه نحن نضغطه من قبل هذا فعلا بيشكل عبء عند الطالب وبيخليه ينفر من الدراسه وممكن ما يدرس، بس يرجي اهله انه هو قاعد عم يدرس وهو ما عم يدرس عم ينتهى مثلا. لا نحن كاهل نخليه انه هو يستمتع بوقته، يعني مثلا بده يروح النادي، بده يروح يعمل نشاط، يروح يعمل دوره يتعلم شغله معينه ما لها علاقه ابدا بالمنهاج اللي هو فعليا، ممكن يتعلم برمجه، ممكن يتعلم اي شيء هو بمله وبحبه، هذا الشيء بيعطيه راحه نفسيه انه انا مو مضغوط انه انا هلا هي السنه اللي هي بصير ممنوع اعمل فيها اي شيء، لا بالعكس حياه طبيعيه. الاهل لهم دور كثير كبير بتخفيف التوتر بانه نحن فرحانين فيك شو ما بتجيب، نحن واثقين بقدراتك، ممكن اذا ساعدوه لينظم وقته ل كيف يدرس كيف يوازن بين انشطته وانه هو يستمتع بوقته وبين دراسته، هذا الشيء بيريحه اكثر. حتى كمان نقطه مهمه انه ما يكونوا كثير حاطين عليه مسبقا امال كثير عاليه وفوق قدراته، يعني مثلا انت هلا من هلا لازم تدرس لحتى تجيب الطب، لحتى تجيب الصيدله، لحتى تجيب هذا الطفل هون هذا الطالب بيصير عنه ارهاق نفسي انه انا لازم ما اخيب امال اهلي، لازم انا ما ابدا اتوانى لحظه عن الدراسه لحتى، هذا بالعكس بيتعبه، واذا ما حقق الشيء اللي بالدنيا فثقته بنفسه بتنهار. بالعكس يعني انه انا ما خزيت اهلي، يعني هيك ممكن يصير عنده افكار، هذا بياثر مستقبلا عليه ما بنعرف شو حتاثر على شخصيته كمان، تمام؟ فنقطه كثير مهمه كاهل يعززوا له ثقته بنفسه، ينظموا له وقته، يساعدوه بالتنظيم، يسمحوا له انه ياخذ متنفس من الراحه سواء كان بالعطله الصيفيه وحتى خلال الدراسه، لانه كمان ضغط الدراسه والدراسه المتواصله اصلا هي ما حتجيب النتيجه وما اصلا يعني ما حيحسن يجمع ويركز بالمعلومات ويترسخ بشكل جيد اذا ما هو اخذ فترات متقطعه من الراحة حتى المعلومات تتسلسل بشكل منطقي. لهيك نحن وجه للأهل أنه كتير مهم أنه يكونوا هن رفقات أولادهم اللي عندهم تاسع وبكالوريا، يحسسوهم بالأمان، الراحة، يخففوا لهم توترهم أنه أنت قادر هي السنة مثل أي سنة دراسية عادية، بس بتحتاج شوية تنظيم، تحتاج انه نحن فعليا بدال ما نص المنهاج يفوت معنا هو منهاج كامل وانت دارسه وانت حتكون قادر انك تجيب العلامات اللي انت بدك اياها، واهم نقطه الفرعي اللي انت بدك اياه، فهذا الشيء اهم شيء الفرع اللي هو بده اياه، لانه اليوم كثير بنشوف طلاب عم ينظلموا، بيكونوا موهوبين بناحيه ما والاهل عندهم رغباتهم وتحقيق امالهم، فهالشيء اكيد بيزيد اعباء ومسؤوليات عند الطلاب. خلينا هيك نلخص الفقره معك استاذه رند بمجموعه من النصائح واهم النصائح اليوم يلي على الاهل والطلاب انهم يتبعوها. تمام، هلا اول شيء فتره الصيفيه فعلا هي فتره كثير مهمه لحتى نحن اذا بدنا نعلم الطفل شغلات جديده يخفف توتر، يتعلم مهارات سواء نفسيه ولا تعليميه ولا تدريبيه، هي فتره كثير منيحه. نقطه كثير مهمه لحنا لحتى اذا كان ابننا ما عنده رغبه ما عنده هي، اهم شيء نحن نبعد عنه مصادر الالهاء، انا بسميها هي مصادر الهاء وتشتيت، هي الانترنت، التلفزيون، الموبايل، فعليا ممكن الابن يرفض تماما
يتلقى اي تدريب، يتلقى اي مهاره نتيجه انخراطه بوقت طويل كثير بهي المشتتات. لهيك نحن ننظم له وقته بانه نحن ما بنحرمه منها، لا نحن بنعلمه بنفس الوقت بنعطيه وقت مساحه شخصيه حتى هو يستمتع بالشيء اللي هو بحبه. نقطه ثانيه، نحن نشجعه ونزيد له ثقته بنفسه بانك انت روح اتعلم، خذ لنا المعلومة بتاع علمنا إياها. هذا بيعزز كمان ثقة الطفل بنفسه إنه أنا بدي أجي أعطي معلومة كتير مهمة لأهلي، وهذا الشيء بالعكس بيبسطه وبيقوي كمان الرابط بين الأهل والأبناء. كمان نقطة كتير مهمة، الأهل ما يجبروا الأبناء على نوع نشاط معين، وإنما إنه الطفل أو المراهق هو يختار الشيء اللي بده إياه اللي بتناسب مع مهاراته. والصيفية هي فترة كتير مهمة لحتى الطالب أو المراهق أو الطفل هو يكتشف مواهبه والاهتمامات اللي هو بيحبها، وهذا الشيء رح يساعده انه هو يختار نوع التخصص الدراسي مستقبلا اللي هو بده يفوته. صحيح، اللي يختص فيه. صحيح، معلومات مهمه. شكرا لك استاذه رند، دائما تعطينا هاي المعلومات، وبنتمنى التوفيق اكيد لكل طلابنا بامتحاناتهم او لاطفالنا بهاي العطله الصيفيه. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك استاذه رند، وشكرا لك لكل النصائح اللي قدمتيها.